بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. بمناسبة هالأيام دي اللي منا فيها امتحانات في تونس منها الباك، والباك هي كما تقولون جواز السفر إلى التعليم العالي. التلامذة اللي مسلمين حقا هم أوفى حظا من غيرهم، اللي قادمين على الامتحان وهم أشقياء بغياب الإسلام أو بالوهم أنهم من المسلمين، ما عندهمش مدد إلهي لأنهم ما يفهموش من الله. الكلام يفهموا أما ما مقصود بالكلام لا يفهمون. وبعد يبعثوا أولادهم يقول لك هم يجيبون الباك ويجيبون الأرقام المرتفعة و و و لا هما ولا والديهم ولا قاربهم يفهموا شيء من هذا. الامتحان عندهم هما مال التقريض للفرنسيين اللي يقولوا بالباك ولا غير. احنا نعتبر هؤلاء من قبيل بني صهيون اللي ربي قال قردة وخنازير، ما لا شكل بشر ولكن حقيقتهم خنزير أو قرد. شمعنا معناها ما تقوش إلى مستوى اللي يولي مدد الله ثابت. الله لا يعطي مددا إلا لمن آمن به وعمل صالحا، وهذه ميزة موجودة عند القلة من الشباب في العالم اللي هم فعلا ربوا على الإسلام وعاشوا الإسلام وعرفوا كيف يستسلمون للرحمن وعرفوا كيف يؤمنون بالغيب بكليته، وعرف بعضهم كيف وصلوا إلى درجة العليا درجة الإحسان يعبدون الله كأنهم يرونه. والسلام علينا أهل الإسلام.